السلام عليكم، ازيك يا شباب؟ ايه الاخبار؟ نبدا كلامنا باللهم ارزقنا الاخلاص في النيه والسداد والتوفيق في القول والعمل. بسم الله. ان شاء الله النهارده تاني محاضره في شابتر النيوبليجيا. الحصه اللي فاتت خدنا يعني معلومات عامه كده، او عرفنا الفرق بين البناين تيومرز والماليجنانت تيومرز. كان الثيم العام بتاع البناين تيومرز ان هي محترمه مؤدبه، بتفضل في مكانها، سهله تتشال، ولا بتعمل انفيجن ولا بتعمل ميتاستاسز ولا اي حاجه. وكان الثيم العام بتاع الماليجنانت ان هي خبيثه، ان هي وحشه، ان هي بتعمل انفيجن وبتعمل ميتاستاسز، وان هي يوجوالي فيتال لو ما اتعالجتش كويس. النهارده هنتكلموا شويه عن حاجات تخص الماليجنانت تيومرز. يعني مثلا هناخده الميكانيزم بتاع الانفيجن والميتاستاسز، هنتكلموا شويه عن السبريد بتاع الماليجنانت تيومرز عندي، هنتكلموا عن سبيشال فورمز من النيوبليجيا، وهنتكلموا عن شويه حاجات او شويه تيرمز ليها علاقه بالنيوبليجيا. اول حاجه عندنا هي الانفيجن والميتاستاسز. يعني زي ما اتفقنا، انفيجن ده هو ان التيومر وهو في مكانه يفضل يتحرك، يعني ينخور في التشو اللي هو فيه ده ويمشي فيه لغايه ما يلاقي زي ما قلنا مثلا بلاد فيسل، وبعد كده هيخش هيخرم البلاد فيسل ده كمان، وبعد كده الخلايا تمشي في الدم، الخلايا الماليجنانت تمشي في الدم، ده كده هيبقى اسمها ميتاستاسز، لغايه ما تروح للتشو تاني وتقعد هناك وتتصرف كانها ماليجنانت تيومر قاعد هناك. احنا الميكانيزم ده او الانفيجن بيحصل ازاي؟ بص، هفترض ان انا عندي هنا تيومر. تيومر ده طبعا اكتر من خلية يا جماعة، يعني هو مش خلية واحدة، هو في خلايا كتير هنا، وعندنا حوالين التيومر ده في خلايا عادية عادي. وفي هنا بيزمنت ممبرين للخلايا دي، وفي بره الكونكتيف تيشو، الانترستيشال كونكتيف تيشو عادي، وهنا في الاخر خالص في بلاد فيسل. طيب واحده واحده، التيومر ده عايز يعمل انفيجن، عايز يتحرك، هيتحرك ازاي؟ والله احنا عندنا التيومر ده علشان يتحرك مش هيفضل كتله واحده كده، الخلايا بتاعته التيومر سيلز نفسها هتبدا تسيب بعض، تعمل ديتاتشمنت بحيث ان كل خليه تقدر تتحرك براحتها. يبقى اول خطوه ان التيومر ده الخلايا بتاعته هتديتاتش من بعضها، تمام؟ يبقى دي اول حاجه. تاني حاجه هي ان هي عايزه تتحرك هنا، فعلشان تتحرك هتطلع بروتيز، هتحرق او هتعمل ديجراديشن في المنطقه دي عن طريق ان هي تطلع بروتيز. بروتيز ده انزيم هيحلل التشو اللي قدامها، فالبروتيز ده هيجي يحلل الخلايا دي، يحلل البيزمنت ممبرين ده، يحلل الكونكتيف تيشو ده، تمام؟ انا عندي كان في دي سنجل سيلز زي ما اتفقنا ان هي الخلايا عملت ديتاتشمنت من بعضها، فالخلايا دي طلعت بروتيز. هو البروتيز ده بيطلع من الاسترومال سيلز ومن التيومر سيلز. المهم ان هي طلعت بروتيز، عملت ديجراديشن للبيزمنت ممبرين وللكونكتيف تيشو اللي بره، فهتقدر ان هي تتحرك هنا. هتيجي طالعه ماسكه في الماتريكس الجديده، او طالعه يعني ماسكه في الكونكتيف تيشو اللي قدامها، تيجي ماسكه هنا وشده نفسها، تعمل مايجريشن وتفضل تعمل كده، تحلل ده تطلع له بروتيز، وبعد كده تتحرك هنا تعمل مايجريشن لهنا، تحلل ده وبعد كده تعمل مايجريشن لهنا، وهكذا وهكذا لغايه ما توصل للبلاد فيسل. وصلت للبلاد فيسل تعمل ايه؟ تيجي محللها هو كمان، عامله له ديجراديشن، مطلع له بروتيز، عامله له ديجراديشن، هتفتح هنا وتيجي داخله، وبعد كده الف مبروك وصلت البلاد فيسل. تاني واحده واحده، احنا عندنا التيومر سيلز او التيومر كان هنا، تمام؟ اول حاجه ان التيومر سيلز بتسيب بعضها، بتعمل ديتاتشمنت من بعضها عشان كل واحده تتحرك براحتها. طيب بعد ما عملت ديتاتشمنت هتعمل ديجراديشن للاكسترا سيلر ماتريكس. الاكسترا سيلر ماتريكس بالنسبه لي هنا هو البيزمنت ممبرين والكونكتيف تيشو، فهي التيومر سيلز هتطلع بروتيز، بروتيز ده اللي هو الانزيم، هيطلع يحلل البيزمنت ممبرين اللي هو البيزمنت ممبرين، سوري، هيحلل البيزمنت ممبرين والانترستيشال كونكتيف تيشو، حللتهم. هتعمل بعد كده ايه؟ هتيجي طالعه عامله اتاتشمنت، يعني عارف انت فاكر فكره الانفلاميشن ان هي تطلع تمسك في حاجه قدام عشان تتحرك هي؟ التيومر سيلز هتعمل كده، هتطلع تعمل اتاتشمنت للماتريكس اللي قدامها، هتيجي جايه عامله اتاتشمنت هنا وشده نفسها، تعمل مايجريشن تتحرك لهنا، وبعد كده تيجي عامله ديجراديشن، وبعد كده تيجي ماسكه في الحته اللي قدام وعامله مايجريشن، وهكذا لغايه ما توصل فين؟ لغايه ما توصل للبلاد فيسل. هتيجي عامله نفس الحركه ان هي تيجي عامله له ديجراديشن، وبعد كده تخش تنتقل جوه وتمشي في الدم. كده احنا عملنا انفيجن، وبعتنا عملنا ميتاستاسيز، او ان انا كده وصلت لغايه هنا وفتحت الفيسل ودخلت، انا كده وصلت لمرحله الميتاستاسيز، كده عندي مالجنانت سيلز
ماشيه في الدم. طيب ماشيه في الدم هتمشي ازاي؟ والله عندها اكتر من اوبشن. ممكن ان هي كسنجل سيل تتحرك لوحدها، يعني الخليه دي مع نفسها تمشي في الدم تتحرك لوحدها، او ممكن ان كام خليه مالجننت يمسكوا مع بعض ويتحركوا مع بعض على هيئه امبلس، او ممكن ان المالجننت سيل تمسك في ليوكوسايت تمسك في بليتلت تتحرك معاها. كل الاوبشنز موجوده. تمام، يبقى انا كده. وعايزك تاخد بالك من حاجه، احنا الدم ده الدم جاي كده كده، السيلز دي ماشيه في فين ولا في ارتري؟ يعني تفتكر اللي طالع ده فين ولا ارتري؟ ده فين. تمام، احنا عندنا الدم او ده تشو جاي له ارتري وطالع منه فين، فالخلايا هتيجي تمشي مع الدم، وبالتالي هي بتطلع من الفين، هتمشي في الفين. طب هتمشي لحد فين؟ هتمشي لغايه ما تقابل كابيلاري. يعني احنا عندنا المالجنانت سيل اهي ماشيه هنا 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 لغايه ما توصل لكابيلاري. الكابيلاري طبعا الدنيا بتبقى ضيقه، وبالتالي الخليه هتيجي جايه سهل انها تمسك في الاندوثيليال سيل اللي هنا، وبعد ما تمسك في الاندوثيليال سيل هتيجي عامله ديجراديشن هنا وتيجي داخله التشو ده وتفضل تتحرك تتحرك لغايه ما تقعد تستقر وتبدا بقى تنقسم وهكذا وتعمل تيومر هناك، ان هي هتتصرف كمالجنانت تيومر هناك. هي دي فكره الميتاستاسيس، ان انا عندي التيومر الاصلي هنا راح باعت شويه خلايا في الدم، بعد كده فضلت ماشيه لغايه ما قابلت كابيلاري، وبعد كده دخلت التشو الجديد ده وقعدت هناك وهتنقسم وهكذا. طيب ده كده بالنسبه لي فكره الانفيجن. دي كده خطوات الانفيجن. الانفيجن عن طريق ان احنا قلنا اربع خطوات: الديتاتشمنت، بعد كده الديجراديشن، بعد كده انها تاتاتش نفسها او تمسك نفسها في الماتريكس الجديده، وبعد كده تعمل مايجريشن. لغايه فين؟ لغايه ما توصل للفيسل. بعد ما وصلت للفيسل هتيجي داخله بقى في الفيسل وماشيه مع الدم ماشيه مع الفين لغايه ما توصل لكابيلاري. اول كابيلاري بدي يقابلها في الاغلب هي هتيجي داخله التشو ده وتقعد هناك. طيب ده كده بالنسبه للانفيجن. في شويه كلام عايزين نقولوه على فكره الميتاستاسيس. احنا عندنا يا جماعه الميتاستاسيس دي، نركنه دي على جنب شويه. فكره الميتاستاسيس او بتتحدد على اساس ايه؟ يعني اشمعنى مثلا البريست بيبعت للفيرتبري؟ اشمعنى يعني اشمعنى الكانسر بتاع البريست مثلا يبعت للفيرتبري؟ اشمعنى الكانسر بتاع الانتستين يبعت للليفر؟ ايه اللي بيحدد الحركه دي؟ ايه اللي بيحدد الميتاستاسيس دي هتروح فين؟ احنا عندنا ثلاث عوامل بيتحكموا في الميتاستاسيس، او بيتحكموا في الميتاستاسيس دي هتروح فين. اول حاجه عندنا هي الاناتوميك لوكيشن والفاسكولار والليمفاتيك درينج. يعني الكلام ده، بص احنا عندنا زي ما اتفقنا المالجنانت سيلز او الميتاستاسيس دي بتطلع في ايه؟ بتطلع في الفين، صح؟ هي بتطلع لغايه ما توصل للبلاد فيسل وتمشي في الفين. طيب دلوقتي لو في كانسر في الانتستين، والانتستين دي احنا عارفين ان الفينوس درينج بتاعها الفينز بتسحب الدم منها وتطلع على البورتال فين، والبورتال فين ده داخل في الليفر، فمنطقي ان لو في كانسر في الانتستين هيبعت الميتاستاسيس بتاعته في الفيسلز دي وتطلع لغايه ما توصل للبورتال فين وتدخل الليفر تقعد في الليفر. يبقى منطقي انا عارف من الاناتومي ومن الفاسكولار درينج متوقع ان لو لقيت كانسر هناك في الانتستين هلاقي الميتاستاسيس بتاعته هناك في الليفر. تمام، يبقى ده بيتحدد على اساس الفاسكولار والاناتومي بتاعي. كمان الليمفاتيك، يعني مثلا احنا عارفين او في الاغلب كلنا شفنا حاله بريست كانسر. عيانه البريست كانسر دي بتشيل او الجراح بيشيل، سواء هيشيل التيومر او هيشيل البريست كله، وبيشيل الليمف نودز اللي هنا تماما، بيفضي الليمفاتيكس اللي هنا. ليه؟ لان في الاغلب الكانسر ده بعت ميتاستاسيس في الليمف، بعت ميتاستاسيس الليمف نودز اللي جنبه، فهو بيجي يشيلها. فانا عارف ان طالما الكانسر هنا يبقى انا اروح ابص على ميتاستاسيس او هشيل يعني الليمف نودز اللي جنبه على طول اللي بتعمل له درينج، مش مثلا هنزل ابص على الليمف نودز اللي تحت، لا انا عارف ان الليمفاتيك درينج بتاعه هنا. فاول حاجه في الحاجات او في العوامل اللي بتحدد الميتاستاسيس هي الاناتومي والفاسكولار درينج والليمفاتيك درينج. تاني حاجه عندي هي فكره التروبيزم بتاع التيومرز. يعني ايه؟ عارف انت ساعات التيومر يحب اورجان معين يروح يقعد فيه، يعني ساعات التيومر بيحب اورجان معين يبعت له ميتاستاسيس. يعني مثلا البروستات بتحب تبعت، او البروستاتيك كانسر بتحب تبعت ميتاستاسيس للبون، هي مزاجها كده. مثلا فكره البرونكوجينيك كارسينوما اللي هو كانسر في اللنج، هو بيحب يبعت للادرينال والبرين، هو بيحب كده. مثلا ممكن نقوله حاجه اسمها نيوروبلاستوما، نيوروبلاستوما بتحب تبعت للبون وللليفر، هي بتحب كده، هي بتحب تبعت ميتاستاسيس كده او ميتاستاسيس للمكان ده. طب ايه السر في فكره التروبيزم، او ايه فكره انها بتحب؟ هنشوفها على السبوره.
والله احنا عندنا فكره التروبيزم دي ان مثلا هنقول ان انا عندي تيومر هنا، تمام؟ الخلايا طبعا ايه؟ عباره عن خلايا. هفترض ان ده كانسر بروستيت، وعندي هنا احنا قلنا هو بيحب البون، صح؟ عندي هنا مثلا دي كده البون، ده كده حته عظم. العظم ده فيه كابيلاريز، منطقي يعني فيه دم بيغذيه، فهو فيه كابيلاريز. المهم قال لك ايه؟ احنا نوسع الكابيلاري ده عشان نعرف نرسمه. كابيلاري اهو، الكابيلاري ده طبعا متبطن باندوثيليال سيلز زي اي بلاد فيسل في الدنيا. قال لك ان احنا عندنا فكره التروبيزم ان بيبقى التيومر سيلز عليها انتيجين معين، يعني التيومر سيلز بتاعه البروستيت عليها حاجه اسمها ادهيسيف مولكيول، تمام؟ الادهيسيف مولكيول دي بتحب تمسك في انتيجين معين. الانتيجين ده هتلاقيه فين؟ هتلاقيه على الاندوثيليال سيل بتاعه البون. يعني ايه الكلام ده؟ يعني احنا يا جماعه عندنا التيومر سيلز بتاعه البروستيت عليها انتيجين معين اسمه ادهيسيف مولكيول، والاندوثيليال سيل بتاعه البون عليها انتيجين معين اسمه لايجند. المهم يعني ان الادهيسيف مولكيول بتاع البروستيت بيحب يمسك في اللايجند بتاع الاندوثيليال سيل بتاعه البون. مش احنا قلنا ان التيومر سيل بتروح بتميتاستاسايز في الكابيلاري، فاحنا عندنا التيومر سيلز دي بتحب تمسك في الاندوثيليال سيل بتاعه البون، فمنطقي ان انا لما بعت ميتاستاسيس هتروح هنا لان هي هتمسك هنا، هي بتحب ده. فده فكره التروبيزم. البروستات عنده تروبيزم للبون، مثلا زي ما قلنا النيوروبلاستوما عندها مثلا بتحب الليفر بنفس الطريقه. هو الفكره كلها ان التيومر سيل عليها انتيجين معين اسمه ادهيسيف مولكيول بيحب يبعت او الادهيسيف مولكيول دي الانتيجين اللي بتمسك فيه موجود على الاندوثيليال سيل بتاعه الكابيلاري بتاعه الاورجان اللي بتحبه. ده كده تاني حاجه معانا وهي فكره التروبيزم. تالت حاجة عندنا هي حاجة اسمها المايكرو انفايرومنت بتاعة الأورجان نفسه. يعني ايه الكلام ده؟ بص احنا عندنا زي ما قلنا ان انا عندي الميتاستاسيس بتحصل ازاي؟ عن طريق ان ده كابيلاري، الكابيلاري ده وصل له المالجنانت سيل، راحت المالجنانت سيل عاملة ديجراديشن للحتة دي، يعني كسرت فيها طلعت لها بروتيز وفضلت تطلع بروتيز للتشو اللي هنا علشان تعرف تدخل، صح؟ تمام. طب انا لو قلت لك ان في بعض التيشوز غنيه بالبروتيز انهبيتور، يعني التيشو ده اللي هو الخلايا الاصليه، الخلايا الاصليه بتاعت التيشو اصلا، التيشو ده غني بالبروتيز انهبيتور وبالتالي هينهبت او هيعمل انهبيشن للبروتيز اللي المالجنانت سيل بتطلعه، وبالتالي المكان ده صعب يحصل فيه ميتاستاسيس. مش كلام منطقي؟ احنا عندنا الخليه دي علشان تخش تعمل ديجراديشن وتخش تقعد جوه بتطلع بروتيز. طب لو قلت لك ان انا عندي جوه بروتيز انهبيتور هيعمل انهبيشن للبروتيز ده، وبالتالي الخليه دي مش هتعرف تخترق، بس خلاص. يبقى انا عندي اماكن معينه صعب يحصل فيها ميتاستاسيس بسبب ان عندها بروتيز انهبيتور. على العكس بقى في اماكن ثانيه انك تلاقي ده البلاد فيسل، تمام، ودي الخلايا العاديه او الخلايا بتاعت التشو نفسه، تلاقي ان الخلايا دي بتطلع حاجه اسمها كيمو اتراكتنت علشان تجذب المالجنانت سيل ليها. يعني فاكر انت فكره الكيموتاكسيس بتاعت الانفلاميشن ان انا ببعت اجيب الانفلاماتوري سيل؟ نفس الفكره، في بعض الخلايا او في بعض التيشوز بتطلع كيمو اتراكتنت، هي مواد تجذب التيومر سيلز ليها، وبالتالي الاماكن دي يعني احتمال كبير قوي ان يحصل فيها ميتاستاسيس لان هي نفسها بتطلع حاجات تجذب التيومر سيلز، تخلي التيومر سيلز تبعت تجيبها من حته تانية تخليها تيجي وتيجي دخلها هنا. يبقى احنا كده عندنا المايكرو انفايرمنت بتفرق، في بعض التيشوز بتطلع بروتيز انهبيتور وبالتالي هيعمل انهبيشن للبروتيز، وبالتالي المالجنانت سيل بتاعتي مش هتعرف تخترق خلاص، فمش هتعرف تخش هنا. على العكس في تيشوز ثانيه بتطلع كيمو اتراكتنت، كيمو اتراكتنت ده بيجذب التيومر سيل ناحيتها بيخلي المالجنانت سيل تجي لها، وبالتالي طبعا احتمال كبير او يعني سهل ان يحصل لها ميتاستاسيس او الاماكن دي بيحصل فيها ميتاستاسيس بشكل كبير. طيب يبقى احنا كده قلنا السايت بتاع الميتاستاسيس بيتاثر بالاناتومي والفاسكولار درينج والليمفاتيك وفهمناها. تاني حاجه التروبيزم انه بيحب ان الاورجان او التيومر المعين بيحب اورجان معين يبعت فيه ميتاستاسيس. تالت حاجه المايكرو انفايرمنت. احنا عندنا في بعض السايتس مشهوره قوي ان بيحصل لها ميتاستاسيس، يعني في بعض الاورجانز في جسمي اشهر الاماكن او بيحصل لها كتير قوي ميتاستاسيس، تلاقي اورجان في حته يجي بعت ميتاستاسيس في الاورجانز دي. طيب مين الاورجانز المشهوره انها بيحصل فيها ميتاستاسيس؟ هي لبلب.
لانج ليفر بون برين. الاربعه دول لانج ليفر بون برين دول مشهورين قوي او هم اكتر اورجانز بيتبعت لهم ميتاستاسيس. تمام. طيب على العكس في اماكن نادرا ما يحصل فيها ميتاستاسيس، اماكن نادرا قوي ما يتبعت لها ميتاستاسيس. مين هم؟ اس اس سبلين سكيليتال ماسل. يبقى احنا عندنا في اماكن او اورجانز معينه بيتبعت لها ميتاستاسيس كتير، اشهر اماكن يتبعت لها ميتاستاسيس لبلب لانج ليفر بون برين. طب اماكن نادرا ما بعت لها ميتاستاسيس هي اس اس سبلين وسكيليتال ماسل. ده كده بالنسبه لي الميكانيزم بتاع الانفيجن والميتاستاسيس. وبالمناسبه الانفيجن والميتاستاسيس دول هم تقدر تقول اسوأ صفتين للمالجنسي، يعني هم اكتر حاجه وحشه في المالجنسي هم الانفيجن والميتاستاسيس، لان دول المسؤولين بشكل كبير عن الموربيديتي والمورتاليتي. يعني دول هما الصفتين اللي بيخلوا المالجنسي بتاعي فيتال او اللي بيخلوه مميت او بيخليه دخل في ديس هو الانفيجن والميتاستاسيس. اصل فكر فيها، فكره انفيجن معناها ان المالجننت او المالجننت تيومر ده بينخور في التشو اللي قاعد فيه. يعني تخيل مثلا في تيومر مثلا لا قدر الله في البرين، طب ده معناه ان انا التيومر ده هيفضل ينخور في التشوز اللي جنبه. تخيل انت عمال تدمر البرين، ما اكيد مش حاجه حلوه في الهارت في 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 اي اورجان في جسمي. فكون ان انا بنخور في التشوز دي حاجه مميته. وفكره الميتاستاسيس نفس الفكره، ما انت هتبعت ميتاستاسيس لحته هتروح تعمل انفيجن هناك. فالانفيجن والميتاستاسيس هم اكتر صفتين مسؤولين عن الوفيات في المالجنسي. تاني حاجه وهي السبريد او انتشار التيومر. التيومر ممكن ينتشر باكتر من طريقه، هم مش مترتبين بالاهميه او كده، يعني ده ترتيب عشوائي. اول حاجه الدايركت سبريد. دايركت سبريد يعني بينتقل للسراوندنج تيشو، للحاجه اللي جنبه. يعني مثلا في تيومر في الثايرويد وهو بيعمل انفيجن انتقل للمصل اللي جنبها عادي، دي اللي حواليه على طول. فالدايركت سبريد هو انه ينتقل للتيشو اللي جنبه، للسراوندنج تيشو. تاني حاجه في حاجه اسمها ناتشرال باسج. ناتشرال باسج يعني السكه الطبيعيه في المكان ده. يعني برضو يعني مثلا فلنفترض ان في كانسر مثلا في التراكيه، منطقي ان هو ينتقل، هي اي حاجه في التراكيه مثلا بتنتقل فين؟ على البرونكاي. فمنطقي ان هو مثلا يبقى هنا في التراكيه يجي نازل البرونكاي، ده الناتشرال باسج بتاعه، ده السكه الطبيعيه جدا، ده العادي بتاعه. تالت حاجه في حاجه اسمها انوكوليشن. انوكوليشن دي يعني انوكوليشن دي معناها ان الجراح دخل شال التيومر، تمام، بقى في ايده التيومر اهو، ولكن غصب عنه في تيشو وقع منه. يعني في حته تيشو صغيره، كام خليه كده صغيره وقعت منه في الجرح، وقعت منه في بطن العيان. وبالتالي الكام خليه اللي وقعوا دول هيبداوا يكبروا وهكذا ويعملوا تيومر. فده كده حركه اسمها سبريد. يعني انا كده خدت التيومر من حته والجراح بيشيله بقى خلاص، يشيله من الجسم، وقع منه كام خليه في مكان تاني في الجسم، فهم لما يقعوا هيبداوا يشتغلوا تاني يعني هيكملوا بقى ويعملوا مالجنسي وهكذا. ده برضو نوع من انواع السبريد، هو فكره الانكليشن. رابع حاجه هي الليمفاتيك سبريد. الليمفاتيك سبريد يعني ان التيومر ينتقل عن طريق الليمفاتيك. هنشوفوه على الصبوره. احنا عندنا قلنا ان ده كده التيومر، تمام. التيومر ده كنا قلنا ان هو بيمشي لغايه ما يلاقي بلاد فيسل، صح؟ بيعمل بقى ديجراديشن وبروتيز ومش عارف ايه لغايه ما يوصل لبلاد فيسل. طب ما بنفس الطريقه ممكن يفضل ماشي لغايه ما يلاقي ليمفاتيك فيسل، صح؟ يعني ما هو الخليه دي بتعمل انفيجن، فزي ما ممكن تعمل انفيجن للبلاد فيسل ممكن تعمل انفيجن للليمفاتيك. يعني يبقى في هنا ليمفاتيك فيسل جنبي، التيومر سيلز دي هتيجي ماشيه 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 بنفس الطريقه لغايه ما توصل للليمفاتيك، وبعد كده تمشي في الليمفاتيك فيسل عادي لغايه ما تلاقي ليمف نود، وبعد كده تبدا تتكاثر هناك وتنتقل للليمف نود اللي بعدها وهكذا، تمام. طيب احنا عندنا قلنا ان انا عندي هنا ليمفاتيك او ليمف فيسل يعني لغايه ما يوصل لليمف نود هنا، وبعد كده من الليمف نود دي هينتقل لحتت ثانيه. طريقه انتقال المالجنانت سيل دي في الفيسل او في الليمفاتيك فيسل عندي طريقتين. اول حاجه لو هو فيسل صغير، يعني لو هو الفيسل ده او الليمفاتيك فيسل ده ضيق، لو الليمفاتيك فيسل ده ضيق الخليه هتيجي داخله، يعني المالجنانت سيلز كده هتيجي داخله وتفضل ماشيه ورا بعضها. حاجه اسمها الليمفاتيك بيرميشن. الليمفاتيك بيرميشن يعني الليمفاتيك فيسل ضيق، فهي دخلت وهتفضل يعني هيفضلوا هم يعملوا يعني ايه طابور ورا بعض كده، يزقوا بعض، يمشوا ورا بعض، تمام. ده لو الليمفاتيك فيسل ضيق هيفضلوا يمشوا ورا بعض لغايه ما يوصلوا لللمف نود هنا. او لو الليمفاتيك فيسل ده واسع شويه، يعني مثلا الليمفاتيك فيسل كان كده مثلا، مش هتعرف تمشي طابور، لا
هتطلع كام خليه من دول يعملوا امبولس ويجوا ماشيين زي الامبولس اللي كانت في البلاد فيسل العادي، ان هم هيطلعوا يعني ويعوموا عادي في الليمف لغايه ما يوصلوا للليمف نود برضو. يبقى احنا كده عندنا طريقه انتقال المالجنان سيل في الليمفاتيك فيسل حاجه من اثنين، يا اما الليمفاتيك برميشن، وده لو ليمف فيسل صغير هيفضلوا يزقوا بعض كده لغايه ما يوصلوا للليمف نود، او حاجه اسمها الليمفاتيك امبولايزيشن، ان هي تروح تعوم في الليمف تعمل امبولس، وده في حاله لو لو الفيسل ده وسط او كبير هتعمل امبولايزيشن. طيب مين فيهم او مين المالجنانسي اللي بيحب انه يعمل ليمفاتيك ديسيمينيشن او ان هو ينتشر عن طريق الليمفاتكس؟ الكارسينوما. الكارسينوما دي اللي هي ايه؟ اللي هي المالجنانسي اللي بيطلع في الابيثيليوم. مش احنا المره اللي فاتت في التسميه قلنا ان البناين بحط في اخره اوما سواء ابيثيليال او ميزنكايمال، وقلنا المالجنانت لو ابيثيليال هحط او هسميه كارسينوما، لو مالجنانت هسميه ساركوما. فاحنا الكارسينوما ده اللي هو ابيثيليال اوريجين مالجنانسي. طيب الكارسينوما بتحب تبدا انتشار، هي بتحب تبدا بالليمفاتيك سبريد ما عدا كام اكسبشن هنقولهم كمان شويه، ولكن يعني الكارسينوما بتحب تبدا انها تنتشر عن طريق الليمفاتكس مش عن طريق الدم، هي بتحب تبدا بالليمفاتيك. طيب في معلومه مهمه، هي ان انا عندي اول ليمف نود بيوصل لها الليمف من الاورجان ده اسمها سنتينل ليمف نود. سنتينل ليمف نود ده مصطلح مهم جدا. يعني ايه سنتينل ليمف نود؟ حرفيا معناها الليمف نود او العقده الليمفاويه الحارسه. يعني ايه؟ يعني مثلا ده تشو معين، التشو ده انا عارف، انا كدكتور او احنا كاناتومي عارفين ان التشو ده اول ليمف نود بتستقبل الليمف منه هي الليمف نود دي. يعني التشو ده معروف انه بيصب هنا، والفيسل ده او الليمفاتيك فيسل ده بينزل لغايه ما يوصل للليمف نود دي، وبعد كده الليمف نود دي بقى تبقى توزع على بقيه الليمف نودز، هتنتقل منها لحتت تانية، ولكن هي دي اول واحده الليمف بيعدي عليها. طب ايه لازمتها؟ والله لازمتها ان دلوقتي لو في تيومر هنا فهيبعت المالجنانت سيلز هنا، وبالتالي المالجنانت سيلز تمشي في الليمف لغايه ما توصل للليمف نود دي، هتوصل على دي الاول، لازم تعدي على دي. ليه؟ لان دي سنتينل الليمف نود، دي اول ليمف نود بتستقبل الليمف من التشو ده، وبعد كده تبقى تنتقل من هنا لبقيه الليمف فيسلز وبقيه الليمف نودز. طب ايه لازمتها برضو؟ والله لازمتها ان لو في تيومر هنا هاجي انا جاي واخد عينه من الليمف نود دي، هاجي باصص عليها، لو لقيت ان السنتينل الليمف نود ما فيهاش تيومرز، لو لقيت ان ما فيهاش تيومر سيلز، ده معناه ان التيومر ما انتشرش ليها، وبالتالي ده معناه ان التيومر ما انتقلش لبقيه الليمف فيسلز، فهي طمنتني عن الاكستنت بتاعت انتشار المالجنانسي ده. تمام؟ يبقى السنتين الليمف نود كون ان انا اخد عينة منها، ده بيخليني اعرف هل التيومر وصل لها وانتشر ولا ما وصل لهاش، وبالتالي هو ما جاش ناحية هنا، هو لسه في المنطقة دي، ما وصلش اصلا للليمف نود. فهي بتحدد لي التريتمنت بلان او بتعرفني انا هشيل قد ايه ليمف نود. دي كده فكرة الليمفاتيك سبريد والسنتين الليمف نود، مهمة فكرة السنتين الليمف نود دي. طيب ده كده بالنسبة لي الليمفاتيك سبريد. خامس حاجه معانا هي البلاد سبريد، ان هو ينتشر عن طريق الدم. عن طريق الدم يعني ايه؟ يعني ان الفكره اللي احنا قلناها ان هو يمشي يفضل يعمل انفيجن لغايه ما يوصل لبلاد فيسل، وبعد كده يبقى يخش في البلاد فيسل ده اللي هو زي ما اتفقنا بيبقى فين علشان الدم طالع فيه، وكمان عشان الفين الول بتاعه بيبقى صغير، وبعد كده يفضل ماشي في الدم لغايه ما يوصل لكابيلاري بيد، وبعد كده يبقى يروح يميتاستايز هناك. طيب في عندنا حاجه، مين اكشر حاجه بتعمل بلاد سبريد؟ اشهر حاجه بتعمل بلاد سبريد هي الساركوما. يعني الساركوما بتحب البلاد سبريد. يبقى احنا عندنا الكارسينوما بتحب تنتشر في الاول بالليمفاتيك، وعندنا الساركوما اللي هو مالجنانسي ميزنكايمال اوريجين بتحب تنتشر بلاد. ليه بتحب تنتشر بلاد؟ لان الساركوما التيومر نفسه بتاع الساركوما بيبقى جواه بلاد فيسلز، ولكنها هي عددها كتير، بلاد فيسلز كتير، ولكن الول بتاعها رفيع خالص، الول بتاعها مش متصنع كويس، مش معمول كويس، رفيع، وبالتالي سهل تخترقه وسهل تنتشر في الدم. يبقى البلاد سبريد مهم عندنا في الساركوما. طيب احنا عندنا زي ما قلنا الاناتومي والفاسكولار درينج بيتحكم في السايد بتاع الميتاستاسيز، الكلام ده كنا قلناه. يعني مثلا لما قلنا ان الانتستين او اللور جي اي عموما انا الفاسكولار درينج بتاعه عن طريق الفينز دي رايحه للبورتال، البورتال ده داخل الليفر، فمنطقي ان لو في كانسر هنا هيبعت ميتاستاسيس في الليفر. مثلا لو قلنا الاماكن اللي قريبه من الفيرتبري، الاماكن اللي في السنتر لاين، مثلا كانسر ثايرويد، كانسر بروستيت، الاثنين دول قريبين من السنتر، وبالتالي ممكن ينتقلوا عن طريق حاجه اسمها بارا فيرتبرال بليكزس
ان هم يروحوا يبعتوا ميتاستاسيس في الفيرتبري، او مثلا لو في تيومر عامه سيستميك يعني في اي حته في جسمي. والله التيومرز في اغلب الحتت في جسمي بتبعت ميتاستاسيس في اللنج. ايش معنى؟ لان احنا قلنا ان التيومر بيبعت الميتاستاسيس بتاعته في الفين، وانا الفينز بتاعه جسمي كلها رايحه على الرايت سايد اوف ذا هارت، ومن الرايت سايد اوف ذا هارت هتروح على اللنج، فمنطقي انها هتروح على اللنج، تلاقي الدنيا ضيقه وبالتالي هتميتاستاسايز هناك او هتقعد هناك. يبقى احنا كده عرفنا او فهمنا ان الفاسكولار درينج وبالذات الفينز بتتحكم في السايت بتاع الميتاستاسيس، في السايت بتاع السبريد بتاع التيومر ده اللي هو البلاد سبريد. احنا كنا قلنا ان الكارسينوما بتحب تبدا انتشارها بالليمفاتيك ما عدا كام اكسبشن. في كام اكسبشن كده في الكارسينوماز بتحب تنتشر بلاد، بتحب تبدا انتشارها بلاد. مين هم؟ الار سي سي اللي هو رينال سيل كارسينوما، الاتش سي سي الهيباتوسيلر كارسينوما، الكوريو كارسينوما، كوريو كارسينوما ده اللي هو كانسر في المشيمه، والمالجنانت ميلانوما اللي هو مالجنانسي في الميلانوسايت او اوريجين بتاعه يعني الميلانوسايت. دول كارسينوماز ولكنهم بيحبوا يبداوا انتشارهم بلاد، تمام؟ يبقى دول اكسبشن عن القاعده. الكارسينوما بتحب تبدا تنتشر ليمفاتيك، الساركوما بتحب تنتشر بلاد، ولكن في كم اكسبشن من الكارسينوما بيحبوا ينتشروا بلاد. ار سي سي، اتش سي سي، كوريو كارسينوما، ومالجنانت ميلانوما. عندنا طرق انتشار ثانيه ايه؟ عندنا مثلا حاجه اسمها نخلصوا منها بيرينيورال. بيرينيورال يعني عن طريق النيورونز، تمشي مع النيورونز، تنتشر مع النيورونز. اخر حاجه هي ترانس سيلاميك. ترانس سيلاميك معناها ان انا هدخل اعمل انفيجن لي بودي كافيتي وانتشر فيه. بودي كافيتي زي ايه؟ زي البروتونيه، اشهر حاجه بروتونيه، زي مثلا البلوره، زي البريكارديوم، زي مثلا الجوينت سبيس او الجوينت كافيتي، الكافيتي اللي في المفاصل، زي مثلا السب اراكنويد سبيس. اي كافيتي من دول ممكن تيومر يدخل فيهم وينتشر فيهم براحته. زي مين؟ زي مثلا الكانسر بتاع الاوفري. الكانسر بتاع الاوفري بيروح على يعني بيطلع من الاوفرز ويروح، طبعا هو طالع منها عادي بيعمل انفيجن، ويروح على السيرفيس بتاع البروتونيه ينتشر براحته، يروح يعني التيومر سيلز تنتشر بقى عليه براحتها. ده كده ترانس سيلاميك عن طريق ان هو عمل انفيجن لبادي كافيتي. كمان عندنا مثلا التيومر سيلز اللي في CNS، او لو في تيومر في CNS ممكن يعمل انفيجن ويوصل للسي اس اف، ولما يوصل للسي اس اف بقى يتحرك براحته، يبقى يروح مثلا على المننجيز بتاعه البرين، على المننجيز بتاعه السباينال كورد. ده برضو بيعتبر نوع من انواع السبريد. ده كده بالنسبه ليه انواع السبريد بتاعه المالجنانسي عندي. معلش يا شباب عشان الكهرباء قطعت، بس هنكمل هنا. احنا عندنا في شويه انواع خاصه من النيوبليجيا، يعني هو النيوبلازم وكل حاجه، ولكنه في حاجه مميزه. اول حاجه عندنا حاجه اسمها كارسينوما انسايتو. كارسينوما انسايتو دي ليها اكتر من اسم، بيتقال عليها ستيج 0 كارسينوما، كلمه ستيج ده هنفهمها المره الجايه ان شاء الله، بيتقال عليها بري انفيزيف كارسينوما، بيتقال عليها انترا ايبيثيليال كارسينوما. طب نفهمه ايه من الاسم؟ اول حاجه كلمه كارسينوما انسايتو معناها انها كارسينوما ولكنها انسايت، يعني مش بتعمل انفيجن، هي قاعده في مكانها. بري انفيزيف كارسينوما معناها انها كارسينوما ولكنها قبل ما تعمل انفيجن، ما عملتش انفيجن، لسه ما عملتش انفيجن البيزمنت ممبرين. او انترا ايبيثيليال كارسينوما معناها انها كارسينوما ولكنها في الايبيثيليوم فقط، ما عملتش انفيجن للبيزمنت ممبرين. ايه الكارسينوما انسايتو؟ والله يا جماعه الكارسينوما انسايتو دي هي عباره عن شويه خلايا فيها الانابلاستيك تشينجز عادي جدا، يعني خليه هي خليه مالجنانت، انت تشوفها تقول انها مالجنانت، اللي هو بقى شغل هايبر كروماتوز، شغل الاتيبيكال مايتوز، شغل لوس اوف بولاريتي، كل الكلام ده، كل الصفات بتاعه المالجنانت سيلز او بتاعه الكارسينوما، ولكنها قاعده في مكانها، ما عملتش انفيجن للبيزمنت ميمبرين، لسه قاعده. يعني الصوره دي ديسبليزي هناخدوها دلوقتي، ولكن هو ده الكارسينوما انسايتو. ده كده الكانسر العادي ان هي مالجنانسي اهو وعمل انفيجن ونزل. طب دي كارسينوما انسايتو، هي مالجنانسي فيها الكاركترستكس بتاعت المالجنانسي ولكنها ما عدتش البيزمنت ممبرين، هي لسه في مكانها. طب دي حاجه حلوه ولا حاجه وحشه؟ دي حاجه حلوه طبعا، دي عندها جود بروجنوزز. ليه عندها جود بروجنوزز؟ الجراح هيجي هيلاقيها كارسينوما انسايتو ما عملتش انفيجن البيزمنت ممبرين، وبالتالي هي ما عملتش ديسيمينيشن، ما انتشرتش، هي المكان ده بس. فالجراح هيجي هيشيل كل ده بس، خلاص هو اطمن، يعني لما يشيل دول ان هي ما انتشرتش في حته ثانيه، تمام؟ فدي حاجه حلوه. احنا عندنا كمثال الكارسينوما انسايتو بتاعه السيرفكس بتاع اليوترس، عنق الرحم، في كارسينوما انسايتو بتطلع هناك وهي بتقعد سنين قبل ما تعمل انفيجن. هي هتعمل انفيجن ولكن لسه كمان سنين، فانت لو اكتشفتها ورحت شلتها فهي لسه في مكانها ما عملتش انفيجن، تمام؟ هي الكارسينوما انسايتو يا جماعه بري انفيزيف، هي هتبقى تعمل انفيجن ولكن مش دلوقتي، كمان سنين. فكون انها كارسينوما انسايتو دي حاجه كويسه. تاني حاجه معانا حاجه اسمها اوكالت كارسينوما. اوكالت كارسينوما كلمه اوكالت يعني متخفيه، يعني الكلام ده اوكالت كارسينوما دي فكرتها ان في كانسر في حته بعت ميتاستاسيس لحته بعيده،
والمانيفستيشن بتاعت العيان هي الحته البعيده دي. يعني ايه الكلام ده يا جماعه؟ هفترض فكك من الامثله ان في كانسر بريست، تمام، ولكنه ما عملش مانيفستيشن على العيانه، يعني العيانه مش واخده بالها انها عندها كانسر بريست، ما تعرفش، مش باين عليها. وبعد كده لقينا ان في ورم بدا يظهر في بطنها. انا بقول مثال، تمام، يعني مش صح قوي، مش دقيق. المهم جه ورم ظهر في بطنها، رحنا نشوفه ايه الورم ده، الدكتور كشف، خد عينه، لقى ان الورم ده عباره عن خلايا بريست كانسر. طب ده معناه ايه؟ ده معناه ان الورم ده ميتاستاسيز من بريست كانسر، يعني في اساسا الست دي عندها بريست كانسر ولكنه ما عملش اعراض. الاعراض اللي ظهرت او الحاجه اللي خلتني اخد بالي هي اعراض الميتاستاسيز بتاعته، انه عمل ميتاستاسيز وبعد كده اعراضه بدات تظهر، او يعني عمل ميتاستاسيز واعراض الميتاستاسيز هي اللي بانت. فلما رحت اشوف الميتاستاسيز دي ايه، لقيتها انها من برايمري تيومر في الحته الفلانيه. هو ده فكره الاوكلت كارسينوما. طب اوكلت كارسينوما ده موجود فين او بيحصل فين؟ يعني والله ممكن يحصل في البروستات، ممكن يحصل في النيزوفارينكس، ممكن يحصل في الماكسيلاري انترم في العظمه اللي هي المجزله، ممكن يحصل في الثايرويد جلاند. طيب مثال البروستات، البروستات ده يا جماعه بيعدي في وسطها اليوريثرا، اليوريثرا بتعدي من النص كده، فممكن البروستات دي يطلع فيها تيومر ولكنه بعيد عن البروستات. يعني احنا عندنا تضخم البروستاتا ايا يكن هو حميد ولا خبيث، بيبان او بيظهر او بيمانيفست اعراضه ان هو بيبقى فيه مشاكل اثناء التبول. ليه؟ لان هو بيضغط على اليوريثرا. فدلوقتي الطبيعي ان البروستات تتضخم وتضغط على اليوريثرا وبالتالي الاعراض تبان، فمنطقي ان لو في تيومر في البروستات ان هو يطلع يضغط على اليوريثرا ويظهر الاعراض. طب البروستات دي مش حته واحده، يعني البروستات دي مش صغيره، هي كبيره فيها اكتر من منطقه، فممكن التيومر يطلع من منطقه بعيده عن اليوريثرا، فيعني ما يعملش الاعراض بتاعه البروستاتيك انلارجمنت دي، وبعد كده هو يفضل يكبر براحته وما عملش اعراض، يبعت ميتاستاسيز لحته، الحته دي تعمل اعراض، هي اللي تخلينا نعرف ان في تيومر هنا، تمام؟ ومشي المثال ده على الاربعه دول، هي دي فكره الاوكلت كارسينوم. تالت حاجه معانا حاجه اسمها لوكالي مالجنانت تيومر. لوكالي مالجنانت يعني ايه؟ يعني هو مالجنانت تيومر وبيعمل انفيجن، مش هقول لك انه نون انفيزيف زي الكارسينوما ان سايتو، لا لا لا، بيعمل انفيجن وبيعمل ديستراكشن ولكنه مش بيبعت ميتاستاسيز، يبقى حاجه اسمها لوكالي مالجنانت. هو تيومر مش قاعد هادي، لا بيعمل انفيجن عادي جدا وبيعمل ديستراكشن ولكنه مش بيبعت ميتاستاسيز، هو مالجنانت لوكالي في المكان بتاعه بس. زي مين؟ زي اربع حاجات عندنا. حاجه اسمها البيزل سيل كارسينوما، بيزل سيل كارسينوما دي اللي هي الصوره دي، تمام، بيزل سيل كارسينوما ده كارسينوما في الجلد. في حاجه اسمها اوستيوكلاستوما بتاعه العظم، حاجه اسمها كارسينويد تيومر اوف ابندكس، حاجه اسمها ادامانتينوما اوف ذا جو. التيومرز دي ما بتبعتش ميتاستاسيز، هي لوكالي مالجنت، هي بتعمل انفيجن في مكانها، بتعمل ديستراكشن في مكانها ولكنها ما بتبعتش ميتاستاسيز. رابع نوع معانا هي التيراتوما. التيراتوما دي كنا جبنا سيرتها المره اللي فاتت، كنا عارفين ان هي بتطلع من التوتي بوتنشال جيرم سيل، او ان التيراتوما ده تيومر بيطلع من الجيرم سيل اللي هي الخلايا اللي بتنتج السبرم والاجز وهكذا، تمام. وعرفنا ان التيومر ده ممكن الاقي جواه سنان وشعر، وعرفنا ليه. تعال ناخدها واحده واحده. احنا عندنا يا جماعه توتي بوتنشال جيرم سيل دي زي ما اتفقنا كان المفروض يطلع منها السبرم او الاج. طيب المفروض ان السبرم والايج دول كانوا هيطلعوا او يتحدوا مع بعض يعملوا الجسم كله، يعني يعملوا بقى الاكتوديرم والميزوديرم والاندوديرم، فطبيعي انك تلاقي ان هم فيهم الجينات اللي بتعمل السنان مثلا، طبيعي انك تلاقي ان فيهم الجينات اللي بتعمل الشعر، طبيعي ان هم فيهم الجينات اللي بتعمل كل حاجه في الجسم. فالتيومر ده بتلاقي جواه اي حاجه، بتلاقي جواه سنان، بتلاقي جواه شعر، بتلاقي جواه اي جزء من اجزاء الانسان عادي. طيب هو بيطلع منين التيراتوما دي؟ والله التيراتوما بتطلع من الجيرم سيل. طب الجيرم سيل دي موجوده فين؟ والله زي ما اتفقنا هي موجوده في الجونادز، موجوده في التستس وموجوده في الاوفري، ده المكان الطبيعي، ولكن بتبقى موجوده في حته ثانيه. الجيرم سيل ده مش معناه ان انا بكون سبرم في حته ثانيه، السبرم بتتكون في التستس عادي، الاكز بتتكون في الاوفريز عادي، ولكن الجيرم سيل نفسها بتبقى موجوده في حته ثانيه في الميد لاين. زي مين؟ ساكروكوكسيجيال، المنطقه بتاعت السكرم والكوكسكس، الريتروبروتينيال، البروتينيوم، البروتينيوم من ورا او الحته اللي ورا البروتينيوم اسمها ريتروبروتينيال، الميديا سباينال سبيس، او موجود في البيز اوف ذا سكال والباينيال بادي. باينيال بادي ده حاجه في البرين، تمام. المناطق دي هي كمان فيها التوتي بوتنشال جيرم سيل وبالتالي ممكن يحصل فيها موضوع التيراتوما ده. طب ايه هي انواع التيراتوما؟ عندنا ثلاث حاجات. اول حاجه ماتيور تيراتوما، يعني تيراتوما تبص جواها تلاقي جواها الاجزاء مطيور، يعني تلاقي جواها سنه كامله، سنه عادي زي اللي موجوده في بقي وبقك،
تلاقيها جوه التيومر ده، ده معناه انها ماتيور، ان التيشو اللي جواها ماتيور، ان التيشو اللي جواها يعني كمل نمو عادي جدا. طيب تاني حاجه، تيومر ويز مالجنانت ترانسفورميشن، ان في جزء يعني هي جواها ماتيور تيشو عادي، ولكن الماتيور تيشو ده حصل له مالجنانت ترانسفورميشن عادي جدا، يبقى ده كده تيراتوما ويز مالجنانت ترانسفورميشن. تالت حاجه اماتيور تيراتوما، يعني هي تيراتوما ولكن التيشو اللي جواها مش ماتيور، مش ويل ديفرنشيتد قوي، يعني هي سنه ولكنها لسه ما اتكونتش قوي، لسه بتبدا تتكون. تمام، دي كده انواع التيراتوما عندي. عندي كمان من السبيشال فورمز حاجه اسمها ميكسد تيومر. ميكسد تيومر يعني ايه؟ ميكسد تيومر هي بتطلع من ستيم سيل، يعني هو تيومر طلع من ستيم سيل، والستيم سيل دي يا جماعه احنا عارفين ان هي ممكن تمشي في اكتر من سكه، يعني الستيم سيل دي ممكن تكون اكتر من حاجه على حسب السكه اللي هي تمشي فيها. فلو طلع تيومر من ستيم سيل برضه هلاقيه في اكتر من حاجه، هلاقي فيه ابيثيليال كومبوننت والاقي فيه سترومال كومبوننت، ومن هنا جه اسم ميكسد. يعني ايه الكلام ده؟ بص المثال بتاعنا حاجه اسمها بيليومورفيك ادينوما. بيليومورفيك ادينوما دي بتطلع في السليفر جلاند، كلمه ادينوما يعني جلاند، فالبيليومورفيك ادينوما دي بتطلع في السليفر جلاند. عباره عن ايه؟ عباره عن ان الستيم سيل بتاعه السليفر جلاند دي كان المفروض ان هي تمشي يا اما تروح تصنع الاستروما بتاعه الجلاند، يا اما تروح تصنع الابيثيليال كومبوننت او الجزء الجلاندولار يعني بتاع الغده، ده الطبيعي. طب جه حصل تيومر في الستيم سيل دي، الستيم سيل دي اتعبطت، بقت بتنقسم بغباء وبشكل عشوائي، ده هيؤدي الى ايه؟ هيؤدي الى ان انا اعمل تيومر في ابيثيليال كومبوننت، في خلايا ابيثيليال وفي الاسترومال كومبوننت، سواء بقى الفايبروميكزويد او ده احد انواع الاستروما، الفايبروميكزويد استروما، ممكن تلاقي الاستروما بتاعتي عباره عن كارتليج، ممكن تلاقيها عباره عن بون، ايا يكن، تلاقي الاثنين دول الابيثيليال والاسترومال الاثنين موجودين جوه التيومر. ليه؟ لان هم جايين من خليه كانت هتعمل ده وكانت هتعمل ده. تمام، هي دي فكره الميكسد تيومر. المثال بتاعها البليومورفيك ادينوما، ادينوما لانها طالعه في غده سليفري جلاند، وبليومورفيك لانها فيها اكتر من حاجه، فيها كومبوننت اللي هو الاسترومال كومبوننت وفيها الابيثيليال كومبوننت. اخر حاجه معانا فكره الهامرتوما. هامرتوما دي فكرتها ايه؟ بص احنا عندنا هامرتوما دي عباره عن ان انا هروح مثلا على لنج، اللنج احنا عارفين ان الكومبوننت بتاعتها ايه، الكومبوننت بتاعتها كارتليج وبرونكاي وبلاد فيسل، صح؟ دول موجودين في اللنج، ولكن هم موجودين بأورجانيزيشن معين، يعني هم مترتبين بترتيب معين. طب لو انا جيت على حته معينه، على حته في اللنج دي، رحت معامل كارتليج وبرونكاي وبلاد فيسل، ولكن عاملهم بشكل عشوائي، يعني ديس اورجانيزد مانر كده، يعني حاطط الكارتليج على البرونكاي على البلاد فيسلز بترتيب غير طبيعي، بترتيب عشوائي، هم كان المفروض ان هم مترتبين بطريقه معينه، لا انا هاجي هدخل الدنيا في بعضها، هدخل الكارتليج على البرونكاي على البلاد فيسل. هي دي فكره الهامرتوما تصنديول. يبقى احنا عندنا الهامرتوما ده مش جزء غريب عن المكان، لا هو جزء من التشو الطبيعي اللي موجود في المكان ده، الكارتليج والبرونكاي والبلاد فيسل طبيعي موجودين في اللنج، ولكن الفكره كلها ان هم بيبقى ترتيبهم غريب، مش بيبقوا مترتبين بالترتيب الصح، بتلاقي الكارتليج والبرونكاي والبلاد فيسل داخلين في بعض، مش مترتبين بالترتيب الطبيعي. طب الهامرتوما دي ممكن تبقى موجوده ادفيرس، يعني وهو مولود تبقى موجوده، او ممكن تمانيفست تاخد بالك منها بعد الولاده، تمانيفست نفسها بعد الولاده. ده كده بالنسبه لي السبيشال فورمز بتاعه النيوبليجيا عندي. هندخل على تيرمز ريليتد للنيوبليجيا. اول حاجه معانا هي فكره الديسبليزيا. ايه الديسبليزيا دي؟ والله ديسبليزيا دي تقدر تقول هي حاجة كارفة على نيوبليجيا. يعني فاكر انت اما خدنا الانابلاستيك تشينجز، الانابلاستيك تشينجز دي كانت عبارة عن ايه؟ كانت عبارة عن التغيرات اللي في الخلية نفسها، اللي هو ان الخلية بقى تبدأ يبقى فيها هايبر كروماتيزم، يبقى فيها بليومورفيزم، يبقى فيها ميتوزيس كتير، فاكر الحاجات دي، وان الاورينتيشن بتاعهم يبقى مش مظبوط. نفس الكلام ده هو الديسبليزيا، ولكن تقدر تقول الديسبليزيا دي بتبقى حاجة في الاول. يعني يعني احنا عندنا ديسبليزيا دي بتبقى عباره عن ان الخلايا بدا يحصل فيها التغيرات دي، بدا يبقى فيها البليومورفيزم، بدا يبقى فيها هايبر كروماتوزز مثلا، بدا يبقى فيها اباندنت ميتوزز، ولكن لسه ما بقاش مالجنانسي. يعني نبص على السبوره، احنا عندنا هنا ده كده البيزمنت ممبرين، تمام؟ لو احنا عندنا هفترض ان ده يعني ابيثيليال لايننج الطبيعي، الطبيعي خالص ان ده مثلا بيبقى كده وهكذا،
المهم يعني ان هو هيفضل يطلع 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 لغايه ما فوق يبقى فلات شويه. ده الطبيعي. طيب الحته دي حصل فيها ديسبليزيا، هيحصل ايه يعني؟ والله بص، هي الاول الديسبليزيا مش بتأفكت المكان كله، هي بتبدا واحده واحده، يعني هتأفكت شويه الخلايا اللي فوق دول. يعني هتلاقي ان دول مثلا، هنبدا من اول هنا، دول الطبيعيين، الطبيعي ده كده برضو الطبيعي، ولكن من اول هنا الخلايا بدات تبقى اب نورمال. كان المفروض الخلايا اللي هنا تبقى فلات، لا هي كمان بقت كده. اللي عايز اوصله لك ايه؟ ان الديسبليزيا ما شملتش المكان كله، لا هي بتبدا واحده واحده، فجت على دول عملت بقى فيهم البليومورفيزم والهايبر كروماتوزيس و و و كل الكلام ده. ولكن هي بدات هنا. واحده واحده هتبدا تشمل دول كمان. واحده واحده هتبدا تشمل دول كمان. ولكنها جريدز، يعني هي في الاول بتشمل الشويه اللي فوق بس، لا تشمل الثيكنس كله. في الاول بتاخد حبه صغيرين فوق، طب بعد كده هتبدا تتوسع تتوسع لغايه ما تنزل تشمل الحته دي كلها، ولكنها لسه ما عملتش انفيجن هنا. تمام، هي لسه محترمه للبيزمنت ميمبرين، هي لسه في مكانها. يبقى احنا عندنا الديسبليزيا دي عباره عن ايه؟ الديسبليزيا دي عباره عن تقدر تقول انها الانابلاستيك تشينجز، اللي هو البليومورفيزم والهايبر كروماتوزيس وهكذا، ولكنها بتحصل واحده واحده. تبدا الاول تافكت الجزء اللي فوق، الجزء اللي بعديه، وهكذا وهكذا. وهي في الاول وهي لسه ما خدتش غير حبه صغيرين من السيكنس، اسمها مايلد ديسبليزيا. وهي مايلد بتبقى ريفرسبل. يعني احنا عندنا يا جماعه الماليجنانسي، من الحاجات او من اشهر الحاجات اللي بتدخل في مالجنسي هي الكرونيك اريتيشن. يعني لو في كرونيك انفلاميشن في مكان معين او كرونيك اريتيشن في حته معينه، في الاغلب او مش في الاغلب ولكنها بتدخل في كانسر، في ريسك انها تدخل في كانسر. ففي الاول لو في كرونيك اريتيشن، الحته دي بيبدا يحصل فيها ديسبليزيا، يعني بدا يحصل في اول طبقه دي ديسبليزيا، تاني طبقه بدا يحصل فيها ديسبليزيا. لو انت عالجت الكرونيك انفلاميشن او الكرونيك اريتيشن ده، شلت الكوز، المايلد ديسبليزيا دي هتبقى ريفرسبل، دول هيرجعوا طبيعيين عادي ولا كأن حصل اي حاجه. يبقى المايلد ديسبليزيا بتبقى ريفرسبل لو انا شلت الكوز. طب لو انا سبتها بقى وفضلت يعني تمشي تمشي لغايه ما شملت الحته دي كلها، الحته دي كلها اصلا الكارسينوما انسايتو اللي هي قلنا عليها. مش الكارسينوما انسايتو دي كانت عباره عن ان الحته دي فيها الماليجننت او فيها الانابلاستيك فيتشرز عادي جدا ولكنها لسه ما اخترقتش البيزمنت ميمبرين؟ ما هي هي الماركت ديسبليزيا، او هي هي الديسبليزيا اللي بتشمل الول كله. الول كله نفس الفكره، ان هي بري انفيزيف كانسر، ان هو كانسر ولكنه لسه ما اخترقش البيزمنت ميمبرين بس. يبقى احنا كده عندنا المايلد ان هم شويه صغيرين في الاول، والموضوع ريفرسبل لو عالجته. طب لو سبتها بقى تشمل الحته كلها، دي اساسا الكارسينوما انسايتو، او نقدر نقول عليها ان هي دي الكارسينوما انسايتو، هي دي البري انفيزيف كانسر، ان هو فيه الفيتشرز بتاعه الكانسر عادي ولكنه لسه ما قلبش كانسر. تمام، او ولكنه سوري فيها كل الفيتشرز بتاعت الكانسر ولكنه لسه ما اخترقش البيزمنت ميمبرين، يعني لسه ما بقاش انفيزيف. طيب تقدر تقول لي ايه اللي حصل؟ يعني ده كده كان الابيثيليال لايننج الطبيعي، ده الابيثيليال لايننج اللي حصل له فكره الديسبليزيا. ايه اللي حصل او ايه اللي انت شايفه؟ والله مثلا في الطبيعي كان ان بيحصل ميتوزس تحت في الطبقه اللي تحت، وبعد كده يعني فوق بيقل الميتوزس شويه وبيبدا يحصل ماتيوريشن للخلايا بانها تبقى تحت كانت طويله تبدا تطلع كل شويه تبقى فلاتند 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 لغايه ما تبقى فلات سيلز فوق. طب في التشينج ده او الديسبلاستيك تشينجز دي ايه اللي حصل؟ والله الميتوزس مش تحت بس، كل الخلايا بتعمل ميتوزس. ما احنا اتفقنا ان هما كلهم هيعملوا ميتوزس، هي خلاص هي داخله في مالجنسي، فالميتوزس مش تحت بس، لا كل دول بيعملوا ميتوزس. طب ايه كمان؟ والله احنا عندنا الخلايا الاورينتيشن بتاعها ما بقاش مظبوط، كان المفروض ان دي طويله وانا طالع يبقوا فلات، لا هنا الخلايا يعني مش اورجنايزد اصلا، هو كل خلايا براحتها، عايزه تبقى خليه كبيره فوق قشطه، عايزه تبقى صغيره تحت قشطه براحتها، في بليومورفيزم، كل خليه تقعد في الحته اللي هي عايزاها، مش ملتزم بالاركتكشر الطبيعي بتاع التشو ده. ده كده فكره الديسبليزيا عندي. هندخل على حاجه اسمها برينيوبلاستيك ديسوردرز. ديسوردرز بتزود ريسك الماليجنسي او بتزود ريسك ان الشخص يدخل في كانسر. زي ايه؟ اول حاجه مثلا سيروزز اوف ذا ليفر. سيروزز في الليفر ده يعني تليف الكبد، تليف الكبد بيزود ريسك ان الشخص ده يدخل في اتش سي سي هيباتوسيلولار كارسينوما. اتفقنا من شويه ان كرونيك انفلاميشن او كرونيك اريتيشن بيزود ريسك الماليجنسي، طبعا مش كلهم ولكن حاجات معينه، زي مثلا كرونيك اتروفيك جاسترايتس. كرونيك اتروفيك جاسترايتس ده بيزود ريسك ان الشخص يدخل في ستومك كانسر. حاجه اسمها كرونيك السيراتيف كولايتس. الالسيراتيف كولايتس ده بيزود ريسك ان يحصل كانسر كولون.
في حاجه اسمها ليكوبليكيا للاورال والجينيتال ميكوزا. الميكوزا بتاعت البق الاورال ميكوزا والميكوزا بتاعت الجينيتاليا الجينيتال ميكوزا ممكن يحصل لهم حاجه اسمها ليكوبليكيا، والليكوبليكيا دي بتزود ريسك ان هم يدخلوا في مالجنسي، يحصل لهم سكويما سيل كارسينوما. كمان الهايبر بلاستيك والديسبلاستيك بروليفريشنز بتبقى برينيو بلاستيك. احنا قلنا من شويه الديسبليزيا دي عباره عن ايه؟ اتفقنا ان الديسبليزيا دي عباره عن التشينجز اللي هي شبه اللي بتحصل في المالجنسي، البليومورفيزم والهايبر كروماتوزيس وهكذا. ولو كانت يعني سيفير او لو كانت شملت الوول كله دي اساسا خلاص بيبقى اسمها بري انفيزيف كارسينوما، يعني هي بتمثل او بنعتبروها ان هي كارسينوما انسايتو، فطبيعي ان الديسبلاستيك بروليفريشن برينيو بلاستيك ديسوردر. كمان الهايبر بلاستيك، هايبر بلاستيك او الهايبر بليجيا دي يا جماعه اللي هو زياده العدد، زياده العدد. طب ما الماليجنانسي اصلا فكرته ان الخليه عماله تنقسم بغباء، يعني الماليجنانسي كل فكرته ان انا عندي خليه مش عارف اسيطر على الميتوزيس بتاعها، عماله تنقسم عماله تزيد في العدد. ما هو هايبر بليجيا معناها زياده في العدد، فكون ان يحصل هايبر بليجيا ويأفور مني ده معناه ماليجنانسي اصلا. هو فكره الماليجنانسي ان هايبر بليجيا زياده على الاخر، فالهايبر بلاستيك بروليفريشنز لما تزيد او لما تبقى مش طبيعيه ده طبيعي يدخل في مالجنسي. زي ايه؟ زي مثلا حاجه اسمها اتيبيكال اندوميتريال هايبر بليجيا. الاندوميتريوم اثناء السايكل عادي بيزيد او بيحصل له هايبر بليجيا، بطنط الرحم عادي مع كل سايكل بتزيد بيحصل لها هايبر بليجيا، الخلايا بتزيد في العدد. طب لو زادت في العدد ولكن بطريقه اتيبيكال، بطريقه مش الطبيعيه بتاعتها، افورت، ده معناه ان هي كده هتدخل او هيزيد ريسك انها تدخل في اندوميتريال كارسينوما. كمان حاجه اسمها ديسبلاستيك برونكيال ميكوزا. الناس اللي بتشرب سجاير بيحصل لهم ديسبليزيا للبرونكيال ميكوزا، وده هيزود ريسك ان هم يدخلوا في البرونكوجينيك كارسينوما. كمان في حاجه اسمها فيلاس ادينوما اوف ذا ريكتم. الريكتم في حاجه اسمها بتحصل له اسمها فيلاس ادينوما، دي بتزود ريسك الكولوريكتال كارسينوما. الشغل الادينوما والكولوريكتال كارسينوما والالسيراتيف كولايتس كل ده هيتاخد في الجراحه ان شاء الله في الكولوريكتال. في حاجه اسمها بالهرزيزيز للريني بلادر. اتفقنا ان البلهرزيز بتاع اليوراني بلادر نتيجه للكرونيك اريتيشن كان بيعمل حاجه اسمها سكويماس ميتابليجيا. السكويماس ميتابليجيا دي كنا خدنا في السيل انجري ان هي بتزود ريسك ان الشخص ده يدخل في كانسر، فالبلهرزيز الكرونيك اريتيشن ده بيعمل ميتابليجيا هناك وبالتالي بيزود ريسك ان هي تدخل في سكويماس سيل كارسينوم لليوراني بلادر. كمان اخر حاجه عندنا هي السكارز بتاعت البيرنز. السكارز اللي هي الـ التشوهات بتاعت الجلد اللي هي نتيجه للحرق وكده، ده طبعا الريتيشن، الريتيشن بغباء وبالتالي بتزود ريسك ان الشخص ده يدخل في سكويماس سيل كارسينوم. ده كده بالنسبه لمحاضره النهارده، اتمنى يكون الشرح كان مفيد وتكونوا استفدتوا، ونتقابل المره الجايه ان شاء الله.